ومعانا بقى الفقرة المرة دي مميزة مختلفة، ومتأكدة ان هي هتفيد بنات كتيرة جدا. كذا بنت بتكون عايزة تدور على منتجات وحاجات ليها، او حتى لو عروسة او حتى لو بنت في روتينها الطبيعي، ما بتكونش عارفة تجيب الحاجات منين، بتكون خايفة تجرب حاجات عن شخص مش موثوق منه. صفح كتيرة على السوشيال ميديا بتتكلم عن الحاجات دي وبيبيعوا حاجات، بس احنا مش واثقين الحاجات دي حلوة ولا مش حلوة، او يا اما بنجيبها من هنا من مصر وبتبقى اسعارها غالية جدا. معانا النهاردة وومنز لاند باي بوسي، هتكلمنا ازاي بقى نجيب المنتجات من بره، وازاي كمان نعرف اذا كانت هي حلوه ولا مش حلوه. بوسي منورانا. بنورك يا حياتي. نورانا فيها شطارتها، ربنا يخليك. حقيقي شطارتك المره دي مختلفه عن اي حد طلع معانا، وحابين بقى كده ايه نرحب بيكي. نورة الدنيا. وعايزه اقول لك احنا متابعينك بقى لنا شويه، بنشوف الفيديوهات اللي انت بتعمليها، بس احنا بقى دلوقتي عايزين نعرف البنات بيكي وبالصفحه بتاعتك. بوسي انا عملت البيج من 5 سنين. الفكره جات لي من ان انا ما كان معايا بيبي ومش هعرف ان انا انزل اشتغل، كنت لسه مخلصه جامعه، ففكرت ان انا اعمل حاجه من البيت. فعملت البيج، وبعد كده بقى بدات ان انا نجيب منتجات من بره، مش من الستورز بتاعه مصر. في حاجات بتكون موجوده في مصر وحاجات ما بتكونش من بره. وبنبتدي ان انا الاول كنت طبعا قعدت اعمل ماركتنج كتير على البيج لحد ما ابتدت تكبر. بعد كده بدات افكر اللي هو طيب ما انا اعمل الماركتنج ده لنفسي، انا اطلع اسوق انا الحاجات اللي انا اصلا بجيبها من بره، اطلع انا اشرح للناس ايه هي الانجريدينتس بتاعتهم، ايه هي المكونات، ده بيناسب ايه، ده ما يناسبش ايه. فبدات الناس تشوفني، فبدا ان ده يديهم ثقه شويه اكتر للبيج. وطبعا بقى مع يعني اللي بيطلب اوردر مره واثنين وبيلاقي المنتجات بتيجي. انت اوريدي بقيتي بتجيبي الحاجه، بس الحاجات اللي هي موثوق منها وبتعرضيها، والبنات بتطلبها احسن من هنا. بالظبط، الاسعار احسن بكتير. اوكي، في فرق جامد في البرايس. بعد كده بقى واحده مره على الثانيه، خلاص الناس بقت اوقات كتير الحاجه اصلا ما بتكونش عندي، ويجي لي سكرينات احنا عايزين مثلا تجيبي دوت او ما تجيبيش دوت. فبقى في ثقه شويه ما بيننا وما بين بعض. خلاص انت عارفه ان اصلا اول ما عرفناكي كانت ساره بعتالي البيج بتاعتك وبتقولي عايزين نجيب حاجات من هنا. والله يعني بعد كده انا كنت يعني عايزه اشتري حاجات. بالظبط. طب ايه ده، انا كنت فاكره ان هو ده براند، طلع ان هي بيج بتجيب البراندات. ايوه، في اول فعلا كنت بتدي عليها ريفيوهات بجد، لحد ما بعتت لي فقلت لها لا، هو هي غالبا بتجيب الحاجه، دورنا شويه تعملي ريفيوهات، تعملي ريفيوهات حلوه قوي، هو اشرحي الحاجه بالظبط. لو الحاجه حتى مش حلوه تقول الحاجه دي مش لطيفه. هو فعلا حصل الموضوع ده قبل كده. حلو قوي. كان في برودكت واخد يعني ماركتنج فظيع، وبس هو فعلا كان مشهور قوي ان هو حلو. وخلاص بقى اي بنت اي عروسه عايزاه تجيبه. انا لما جربته لا، هو مش مستاهل اي حاجه خالص. اوكي، فبدات ان انا لما حد يدخل يسالني عليه لا، انا مسحت البوست بتاعه من على البيج، قلت مش هشتغل فيه. دي امانه دي. في حاجات فعلا بتستاهل، وفي حاجات مش اي يعني حد بيعمل. وكمان لما حد مثلا بيدخل ممكن اقول لها ايه على حسب البرايس، ممكن اقول لها طب في ده بديل لده على حسب السعر اللي معاكي، دي حاجه حتى بادجت قد ايه، لان المعظم بيكونوا عرايس فبيبقوا عايزين يجيبوا حاجات كتير. فممكن اقول لها بصي ده غالي، فممكن تلاقي ده بديل ليه احسن. أوكي. وهكذا. حلو قوي. طب انا عايز اعرف حاجه بالنسبه للمنتجات اللي انت بتجيبيها. انت بتجيبي الحاجات اللي هي السكين كير او حاجات العنايه بالبشره والنفس، قولي كده ايه اكتر حاجات مثلا بتتباع عندك، او انت بتجيبي ايه بالظبط؟ مثلا بتجيبي كريمات، بتجيبي كذا؟ بصي، هو انا البيت انواع الحاجات. حاجات كتير، سبلاشات ومستات وسكين كير بس في الفتره الاخيره دي طبعا السكين كير الكوري واخد. السكين كير يعني البشره اللي هو الكوري. المنتجات الكوريه دي بيتها كده وصافيه، بس ان انت تبقي عايزه البشره اللي هي الزجاجيه تحطي ايدك كده تلاقي البشره بتدرج عليها معاكي زي الكابوري، دايما حلوه ودايما فظيعه. تجيبيهم من بره مصر، ودي اكتر حاجه مطلوبه دلوقتي. هي الفتره الاخيره دي اكتر حاجه مطلوبه فيها المنتجات الكوريه، السكين كير الكوري. انت جربتيها؟ جربت وعملت عليها ريفيو منهم. ولقيت ان الحوار حلو جدا. هو جدا. يعني لا، هما فعلا منتجات بتبقى غاليه شويه، بس بتستاهل، بتقعد كتير وبتحسي بفرق من اول شهر. ده حلو، احنا محتاجين احنا هنجرب المنتجات. طب انت بتختاري المنتجات اللي بتعملي يعني بتعملي عليها ريفيو على اي اساس؟ هل مثلا حاجه انتشرت قوي، ولا حاجه انت حسيتي لا انا ممكن اجرب ده واعمل عليه؟ بصي، هو كمان المشكله ان احنا هنا في مصر عامه السوشيال ميديا البنات بتمشي ورا الحاجات الترند. في حاجات من الترند دي بتبقى تحفه، وفي حاجات ما بتكونش تحفه.
فانا لما جربت ان انا كل منتج يجي مثلا احس ان هو عليه ترند او احس ان المقرى الانجريدينتس بتاعته احس لا هو فعلا يستاهل. عايز اقول لك ان في منتجات بتبقى حلوه جدا ومحدش بيتكلم عليها, محدش بيتكلم عنها ومبيعاتها قليله جدا بسبب ان هي مش معمول عليها ريفيوز كتير وان حد يتكلم عنها بشكل كويس. فانا بقى عشان خاطر في ثقه ما بيني وما بينهم, فلما بطلع لهم انا جربت ده وفعلا, فبيبتدي مره على مره المنتج يبتدي يحقق مبيعات. يا جماعه الحاجه دي حلوه, يا جماعه الحاجه دي لا مش حلوه, وعادي وعندك الجرأة ان انت تقولي الحاجه دي مش حلوه, مش حتى برغم ان هي منتشره, برغم ان انا ممكن اوفرها, انا سهل جدا ان انا اجيبها, بس هي فعلا ما تستاهلش. بس انا مش هجيبها, ما تستاهلش. هي ما تستاهلش. انت عندك انا بقول ان انا بقول هي ما تستاهلش.